هكذا هو حال بنك سوريا ولبنان اليوم. فقد تسميته التي كان يجاهر بها أيام وحدة المصير والمسار الاقتصاديين، واستعيد عنها بحروف مختصرة. تأثير العقوبات الاقتصادية الأمريكية على سوريا امتد ليشمل لبنان، والمصارف التي كانت تسمح بفتح حسابات لنافذين مقربين من النظام السوري تؤكد اليوم التزامها عدم استقبال أي زبون اسمه على لوائح العقوبات الدولية وخاصة الأمريكية، خطوة استحسنها بعض النواب. ما نكون بمواجهة المجتمع الدولي من خلال أي خروج عن نظامه المالي، وكل شيء تعمله المصارف بهذا التوجه بتكون خطوة إيجابية، وكل شيء بيعمله عكس هذا التوجه بكون عم بيعرض لبنان وعم بيجره لمزيد من الوحول يلي ما بيقدر له. آخر التصريحات الصادرة من واشنطن كلام المبعوث الأمريكي المعني بشؤون سوريا جيمس جيفري عن عدم قدرة النظام السوري على ما وصفه تبييض أمواله في مصارف لبنان. الكلام تزامن مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ الذي ينص على فرض عقوبات على الأجانب المتورطين ببعض المعاملات المالية أو التقنية لمؤسسات الحكومة السورية. قد تكون الإيداعات الموجودة بلبنان تابعة لأشخاص نافذين وقريبين من النظام السوري أو لا، طالما أنه هن مش على لوائح العقوبات فهن ما في عليهم مشاكل وما في عملية تبييض أموال، ولكن بالمحصلة كانوا هن أو غيرهم الأموال ما عاد قادرين يستحصلوا عليها بالوقت الحاضر إلا ضمن قيود جدا محدودة. الإجراءات اللبنانية القاضية بمنع كل المودعين من سحب الدولار من المصارف ضيقت على اللبنانيين والسوريين معا. شكل لبنان منفذا ملتويا للتهرب من الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا، ما ساهم في استمرار تدفق الأموال لنظام الأسد، لكن ذلك ربما يصبح مجازفة إذا ما وضع قانون قيصر موضع التنفيذ. حسين خريص، العربي، بيروت.